عاوز اروح لواشنطن حيث زميلتي هناك نادية البلبيسي. نادية مساء الخير، وانا عاوز اعرف اصداء تحركات جون كيري هنا في القاهرة وما صرح به عندك في واشنطن. الى اي حد هناك اهتمام بما يقوم به؟ هل هي هذا السؤال الذي طرحناه بالامس وقبل الامس، زيارة استماع لكل الاطراف ولا زيارة اتخاذ قرار؟ أهلا بك محمود. هناك اهتمام كبير جدا بمساعي جون كيري، هناك تكثيف لهذه الجهود الدبلوماسية. أريد أن أقول بأن جون كيري متواجد في القاهرة بدعم من الرئيس أوباما وبدعم من مجلس الأمن القومي في واشنطن الذي يتابع كل خطواته. الإدارة قلقة جدا بالنسبة للعدد الكبير للضحايا من الفلسطينيين، وهي تريد أن تحصل بشكل فوري على وقف إطلاق النار. بس لأعطيك معلومة لتعكس أو تعكس درجة اهتمام الإدارة الأمريكية بما يحدث في غزة، هو من خلال كلمة سامانثا باور وهي سفيرة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة. يعني لأول مرة نسمع تفاصيل تتحدث فيها عن عدد الضحايا. ذكرت عددهم أكثر من 600 شخص قتلوا حتى الآن، ذكرت عدد الأطفال الذين قتلوا 121 طفل، ذكرت 100,000 فلسطيني في غزة مهجر، تحدثت عن مليون شخص لا يتصلهم حتى الآن المياه، تحدثت عن وضع إنساني كارثي وطالبت الجانبين، وهنا تشير إلى إسرائيل طبعا، لكن كما تعرف هي الولايات المتحدة دائما تدافع عن إسرائيل، لكن على الأقل تشير إلى إسرائيل عندما قالت بأن على الطرفين الالتزام بالقانون الدولي. هذا يعني بأن الولايات المتحدة غير راضية على الإطلاق بالنسبة لاستخدام المفرط للقوة الذي نراه في غزة من قبل إسرائيل. وأعتقد بأن زيارة كيري ليست زيارة روتينية، على العكس أنا أرى بأن هناك تنسيق على أعلى المستويات، سواء كانت مع الأمم المتحدة مع بان كي مون أو مع الحلفاء، وأنها تريد بالفعل أن يكون محورين لوجوده. الأول هو تأمين وقف إطلاق النار حسب كما نتحدث منذ أيام الاتفاق الذي وقع بين حماس وإسرائيل في نوفمبر من عام 2012، ومن ثم إيجاد طريقة أخرى أو آلية أخرى لمنع حدوث هذه الحرب مرة أخرى كما نراها كل سنتين. فأعتقد بأن جون كيري موجود على الأقل كما تقول متحدثة باسم الخارجية حتى يعني يدفع باتجاه التأمين الحصول على وقف الإطلاق النار، وأنه لن يعود إلى واشنطن قريبا كما قالت. نعم.